انا زوجي متوفي وعندي 5 اولاد الله يخلي لي اياهم يا رب يخلي اولاد امه محمد. قضينا كثير كثير قضينا لوقت ما هيك وصلنا لحد هون وبيتي مقصوف وبكتر خير اللي هيك يعني اعطانا هيك هالغراض ونشكره كثير الله يعطيكم العافيه يا رب. نتمنى هيك الوضع هيك يصير يعني للاحسن ان شاء الله يا رب ان شاء الله. ما في كهرباء ما في مي ما في يعني وكان في اوضاع ميتة طاول في المره لا لبس لا شراء لا شيء. انتوا عم تسووا هالشيء لفعل الخير لهالعالم محتاجه مثل انا مثل غيري مثل اي عالم بالعالم كله. اللباس كثير مهمين لانه هلا انا اول الناس يعني معلش جيلاتي مشوقه. انتوا وزعتوا لي جيلاتي بتكفيني سنه سنتين يعني اليوم بدي اروح اشتري جيلاتي حق شيء 6-7 آلاف حرام. لا ابني حق فيها. مثل ما شفتوا نحن قدرنا ننجز كثير انجاز كبير. قدرنا نوصل ل 380 عائلة. الحاجة كانت كثير كبيرة وتدخلنا والشيء اللي قدمناه كان كثير مهم ومساعد لهدول الأشخاص. شكرا FDCD، شكرا دان ميشن، شكرا من أجل حلب، وإن شاء الله نحن بانتظار كمان إنجاز المزيد والمزيد.